يا فضة فضة، خدي اديها مية ورد تاني زينة للحبلة. مش عاوزة كفاية، شلفت كتير. ليه؟ ده انا احبها قوي. كان همام يشيع يجيبها لي مخصوص يا ورد. يا بطني. وكان يشيع كم عبد الدور ده. بطني وعدت مجلتي ياكش تموتي. ياه، مراكب تسافر ومراكب ترجع عشان مية الورد الصالحة. عليكي موت. أما كل الهريسة قبل الملكومة ما تطلع. سامحة سامحة، أنا هنا يا همام. هتشيل من مية الورد؟ ورد اليمن وجوع تموت. شيلي النيلة دي من يدك. مالك يا ورد اليمن؟ هترمي الوكل من يدي وتجري تقول لها مالك يا ورد اليمن؟ في ايه يا همام؟ مالها راكبها عفريت؟ حسب ايه؟ قولي لي فيك ايه؟ بطني كانت هتموتني. اشمعنى هي؟ ما كلنا شربنا ودردينا منها. ملهوف عليها ليه؟ يعني ما حدش جراله حاجه. ادينا زي العفاريت. فيها ايه الهريسه والميه؟ مالك يا همام؟ فيها سم اخوك كان هيروح فيه. جامع مات ثم ربنا ستر. فهمت يا متجلعه؟ اخوي اسماعيل نساني عنده دلوقتي. تعالي هنا. عارفه لو حسك طلع هجيب خبرك. اقطع النفس يا مرة. يبقى معاك اسماعيل. وقلت لك حسك ما يطلعش برا الباب. عيسى. نعم. سعد رحلات موس كبيرة. اثبت. ايه يا شيخ همام؟ هتعمل ايه؟ هتحلق دينك وشنبك يا شيخ عيسى يا هواري. وترضاها لي يا ولد عمي؟ اعيش برا؟ ترضى لي الفضيحة؟ دي اهون حاجة اقدر اعملها لك. هتحلق دينك وشنبك من غير جرسة قدام الناس، قدام انا بس، بيني وبينك. هتقعد في البيت لغاية ما الشعر الجديد يطلع مطرح القديم ده. اسمك ايه يا جاري؟ دهب. اسمك جميل وجميلة يا دهب. كنت اتمنى اشتريكي من 20 سنة، كنت هتحبيني اكتر. انت مولاي تتحب في كل وقت. انا مملكش دلوقتي غير الفرجة عليكي، والفرجة شيء جميل، ونحمد الله على نعمة النظر ونقلي نور النظر، فكفاية ان اقدر المح جمالك للأسف وبس. علي بك يا مولاي. خليه يتفضل. دهب ادخلي انت جوه دلوقتي لغايه ما اخلص كلام مع جني علي، وبعدين خليني اتفرج عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله جني علي. اخبارك؟ اخبار سريعه ومتسارعه، لانه القدباشي طالع القلعه بكره. بجد جني علي؟ أبو طبق زي ما بيسموه ولاد البلد طالع القلعة؟ أنا اللي وصلني إنه هيوصل بكرة القلعة. عظيم جن علي، كفاية الباشا عمل كرش كبير. ده أجمل خبر أنا سمعته جن علي. بين المعركة قربت تبتدي يا مولاي. لازم تحلي بوقك بالحلوى يا جن علي. الحلوى يا جن علي. لا شكرا يا مولاي. دي حلوى كويسة مش زي اللي أنت بعتها الصعيد يا جن علي. قصتك الحكايه دي يا مولاي. ما تبقاش تعمل حاجه من غير مشهوره جن علي، والا العواقب هتبقى وخيمه. كل كل هريسه يا جن علي. مولاي الاول انا اقوى من اني اموتك بالشكل ده. موضوع الصيد اذا ما تمش كما ينبغي هيبقى لي تصرف معاك تاني. كل كل جن علي هريسه. يا رب يا رب.
قالوا لي انه رايق وهيتكلم. يا رب يا ستي استهدي بالله. لازم اشوفه بعيني، ما ينفعنيش الكلام ده. هنزل تحت واللي يعملوه يعملوه. برضه تدخل في كلام همام؟ وقلبي ده مين اللي يهديه؟ ان شاء الله خير يا ام درويش. يا رب يا رب يا ورد اليمن. يا رب والنبي يا رب ما تسوني في اخوي ولا في جوزي. سيك عليك النبي يا رب. يا شيخ حرام عليك، موتني من الخوف. الحمد لله. يعني قضاك ما يبقاش غير على يدي يا عز الناس. فداك يا شيخ العرب. فدا مين؟ ما انا اللي كنت المقصود. وعيسى يجيب لك حاجه مسمومه ليه؟ والله لو هو لموته بيدي. لا عيسى مرسال، بس مرسال السم. مرسال السم يضوقه. دوقتهوله من غير موت. مشيته مره من غير لا دجن ولا شنب. مش كفايه؟ ومين اللي شايعه؟ علي بيه. مش قلت لك اللي مليهوش يبقى عليه؟ ما صدقتنيش. لما ربنا قومني بالسلامة حردها لهم على كيفك. كله بأمان واسمعين. المهم روح فدت روح. واللي كنت عاوز تموته ربنا جعله سبب في الشفاء. والله لو حياني من الموت ألف مرة برضه ما سمحوش يا همام. حق برضه كسر رقبته. هنك بيجيب قلبك قاسي قوي كده ليه؟ ربنا وحده هو اللي شفاني. انا مالداش بالظلم يا ولد عمي. خلاص تنقطع رجله ويده. رحمة حلوة اسماعيل، وانا هودك كتير. خلاص يتقطع لسانه ويترمي للكلاب عشان ما يجيب السيرة بيتي. ماشي يا اسماعيل. بص لو سمعته قال اسم بنتك ولو بالصدفة حتى، يعني مثلا يقول ليلة ليلة كذا، هقطع لسانه. بس الراجل اللي نجد ولد عمي هيفضل عندي. اجيب لك فريسة. عمل ايه يا همام؟ احسن الحمد لله، فاق وفتح عينيه. لو لي خطر عندك انزل اشوف. عد بغيتك انزل اشوف.